الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. احنا اليوم باسم آل اسماعيل في الوطن بنتشكر كل الوجوه الطيبه، وبنتشكر كل واحد وقف معنا. الحمد لله رب العالمين بحضوركم وبوجودكم، سواء هون في تركيا او سواء في الداخل او سواء في الخارج. سبحان الله، الطيور على اشكالها تقع، وطالما انه في خير اذا في اهل خير. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، قال في كتابه: وجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوجة هي سكن للإنسان، للرجل. ولما خلق الله سبحانه وتعالى حواء من ضلع آدم، صحى آدم من النوم ووجد حواء بجانبه، سألها: من أنت؟ قالت: أنا حواء. سألها: لماذا خلقتي؟ قالت: سكن لك. فالمرأة هي سكن الرجل، والرجل طبعا يعني يحافظ على السكن الذي ربنا خلقه له. وهذا نوصي فيه دائما الشباب والكبار واللي بيعددوا فالجميع، انه يعني يتقي الله في نسائنا. وهذه هي اساس التوفيق بين الزوجين، التفاهم والمحبه والرعايه، ويديروا بالهم على بعض. من هذا المنطلق احنا لبينا دعوه حبيبنا الشيخ احمد اسماعيل. وتطلبون بنتنا كريمتهم على سنة الله ورسوله. وأنا نتوجه إلى أبو العريس وإلى أبو العروس عفوا وإلى عمنا الشيخ أبو العريس أبو العريس والعروس. الله حياك الله. وحللتم أهلا ووضعتم سهلا. بارك الله الله يحيي أهل إسماعيل جميعا.